السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله. هذا معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز. طبعا اليوم إن شاء الله راح نبدأ الحلقة الأولى من برنامج أخبار على طبق. طبعا الأسبوع الماضي استعرضنا عرض تجريبي، أو كان برنامج أو حلقة تجريبية من البرنامج، وكان في إقبال للمقطع الحمد لله، وكان في يعني آراء أنه تابع وأكمل المشوار مع هذا البرنامج. لذلك جيناكم اليوم بشكل جديد، جيناكم بالفيس كام، جيناكم بمنتاج مختلف عن المنتاج السابق، وأتمنى أن ينال إعجابكم. طبعا سابقا أنا عملت في أكثر من برنامج. البرنامج اللي عملته سابقا إخبارية كان البرنامج الأول على قناة، يعني بداية ما عملت القناة في برنامج اسمه ألعاب نيوز، وما عمل يعني إنجاز. أوكي. البرنامج الثاني اللي هو كان اسمه أخبار سريعة، فكان هذا البرنامج يعني أعطاني أمل أنه أكمل في موضوع الأخبار في عالم الألعاب، ولكن توقفت أنه شفت عملية الإقبال على البرنامج كانت يعني ضئيلة بعض الشيء، وكان يعني ما في حماس عشان أنا أكمل فيه. فأنا ما استسلمت، فبدأت في برنامج جديد وهو هذا البرنامج أخبار على طبق. في أحد عطاني رأي إنه أخبار على طبق من ذهب. المشكلة العنوان جميل ولكن راح يكون طويل، لذلك أنا اختصرته في هذا الشيء. في نفس الوقت أتمنى أن تكون الأخبار على ذهب، أو طبق، أو أخبار طبق على ذهب، وتكون إن شاء الله أخبار يعني جميلة توصلكم بالمعلومة بشكل جميل. لذلك خلونا نبدأ المقطع. بما أنه اليوم هو اليوم الأول أنا أعتبره لبرنامج أخبار على طبق، حبيت أني أشكر أحد المتابعين اسمه بلاك كات كيو 8. هذا الشخص هو المنتسب الوحيد في القناة حاليا، وحبينا نحن كتيم لقناة أوبي جيمرز أنا وهيونيكن انه نشكر هذا الشخص على هذا الانتساب الجميل، واعطانا كذلك حافز انه نكمل في القناه بشكل اكبر. وحبينا نشكره جزيل الشكر، وانا حاب اني اقول له انه بستعدك انك تتواصل معنا بسهوله. انا حاولت اني اتواصل معك بس للاسف ما كان في رد. المهم حبينا نشكرك جزيل الشكر على الانتساب في القناه، ونشكر جميع متابعين في القناة، وأنتم كلكم احنا اعتبركم كلكم أنتم منتسبين في القناة. فحبيت أن من هذه النقطة أو من هذا المنبر حاليا أني أشكر هذا الشخص جزيل الشكر. شكرا لك أخي العزيز. الخبر الأول، The King of Fighters من أفضل ألعاب القتال التي صدرت في سنة 1994، والذي يحمل نفس رقم السلسلة. استمرت السلسلة في الانتشار بين الشباب والصغار، ومن خلال العرض التشويقي يبدو أننا على موعد من الإعلان الرسمي لظهور هذه اللعبة في يوم 7 من شهر يناير. طبعا راح تكون مع لعبة ساموراي سبيرتس، تزامنا مع استحواذ شركة تطوير الألعاب الإلكترونية السعودية EGDC على ثلث شركة SNK مؤخرا. حيث نذكر بأن الاتفاقية الاستحواذ هذه يعني فيها تمويل بنسبة 100% من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو أكبر مساهم في الشركة. ويبدو أن الاستحواذ على SNK هو جزء من برنامج الأمير لرؤية السعودية 2030، الذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي عبر قطاعات جديدة مختلفة مثل السياحة والتكنولوجيا. صراحة أنا أشوف أن الموضوع هذا يعني كشركة عربية أنها تدعم شركة يابانية بهذه الطريقة، هذا شيء طيب، وأأمل أنه يكون في تطور ودخول العرب لهذا المجال بقوة. فأتمنى أنه مستقبلا تظهر يعني شركات يعني مثل هذا النوع، وتعمل دعم أو تستحوذ على يعني على استوديوهات مثل هذا النوع، وينتجوا ألعاب يعني عربية 100%، وهذا شيء جميل. الخبر الثاني، وهو سلسلة من التلميحات وعمليات التسويق قامت بها روكستار أخيرا،
وهو تحديث للعبة جي تي أونلاين، وهو كايو بريكو هايست، وهي جزيرة يسموها كايو بريكو، وتحتوي على مهام سطو، وسوف تكون متاحة بالتحديث مجاني في يوم 15 ديسمبر من هذا الشهر. طبعا التوسعة الجديدة التي حصلت عليها هي خريطة لوس سانتوس في اللعبة، تحمل اسم كايو بريكو، والتي لاحظ بعض من اللاعبين الإحداثيات الغامضة التي تحمل الرقم الحين تشوفوه في الشاشة، وذلك من خلال العرض التشويقي. وبعد البحث عنها ستكتشف بأن الإحداثيات تشير إلى منطقة ميدل مونتن تريل في ولاية فرجينيا الأمريكية، ويمكن تجربة ذلك بنفسك. لكن إذا دققت الحين في الصورة، أوكي، راح تشوف أن صور الأقمار الصناعية توضع هذه المنطقة وهي على شكل V، وعلى الجنب مكتوب عليها على الآي. طبعا هي هذه اللي هي الأحرف اللاتينية، دائما تتلاحظ أن بعض الألعاب ما تكتب لك، مثلا إذا كان مثلا Grand Theft Auto 2 ما تكتب لك 2، تكتب لك حرف الآي اللي هو خطين باللاتينية. فهذه أحد التلميحات اللي موجودة في هذا التحديث، ويقولوا أنها لجي تي اي 6. yes! الخبر الثالث، المطور للعبة سايبر بانك 2077 يهدد لأي تسريب للعبة قبل موعد الإصدار. طبعا هو يقول نحن نقترب من الإطلاق، ومن المحتمل أن يحصل بعض اللاعبين على نسخة من سايبر بانك 2077 قبل يوم الإصدار الرسمي. لهذا نطلب منكم فضلا لا أمرا عدم بث أو نشر أي مقطع للعبة أو محتوى من أي نوع قبل 9 ديسمبر. أوكي، طبعا حدد هو ساعات الإصدار، طبعا يختلف موعد الإصدار في كل بلد، يعني مثل توقيت الرياض راح يكون الساعة 1 مساء، تمام. فلذلك الرجل أو المطورون يطلبون من اللاعبين إذا أنت حصلت لعبة رجاء عدم إنزال أي محتوى عن اللعبة قبل تاريخ الإصدار، وتوعد أن أي محتوى راح ينزل راح يحذف. طبعا إشاعة كوجيما يعمل مع كونامي وسوني لصنع لعبة سايلنت هيل الجديدة. طبعا سابقا نحن تكلمنا في أكثر من خبر عن هذا الشيء. المهم هناك مصدر يؤكد وجود هذه اللعبة، أن كونامي وكوجيما وسوني في مشروع واحد، هو مشروع سايلنت هيل. طبعا المصدر هو موريس لو إز ديد عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، والذي ادعى أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر مطلعة. طبعا ما ذكر هذه المعلومات، حسب المعلومات نفسها فإن اللعبة في مراحل متقدمة من عملية التطوير، وقد يتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة، وهي حدث جوائز ألعاب الفيديو 2020 اللي هو The Awards، الذي سيعقد ابتداء من 10 ديسمبر، يعني قريب. طبعا في خبر انه احد اللاعبين في تايوان كان يبحث عن جهاز بلاي ستيشن 5 بصعوبة، حصل الجهاز واشتراه، ولكن هناك في عائق، العائق انه ما يقدر يدخل الجهاز هذا الى المنزل، فحط طريقة. اوكي، لما جاب الجهاز قال حق زوجته انه هذا الجهاز اللي هو جهاز تنقية الهواء، يعني طبعا في جهاز تنقية الهواء، طبعا شو على حسب ما شوفه في الصورة انه قريب من شكل بلاي ستيشن 5، فيقولها انه هذا جهاز تنقية الهواء للبيت، ولكن الحرمة كانت ذكية وعرفت الجهاز البلاي ستيشن 5، لذلك اخذت الجهاز وعرضته للبيع وانتهت المسألة. والى هنا شكرا لكم على حسن المتابعة، انا معكم حميد فوكس من قناة اوبي جيمرز، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقطع. حياكم الله.